لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام بشأن أوضاع المغيبين قسرا ووقفات ذويهم للمطالبة بالكشف عن مصيرهم، معنا هاتفيا من بغداد الناشطة الحقوقية تحرير العبيدي، وكذلك معنا أيضا عبر الهاتف من الدوحة المتحدث باسم مرصد فاد حسين دلي. مرحبا بكما. الناشطة تحرير العبيدي، شاركتم في وقفة بمدينة كركوك لذوي المغيبين قسرا، شاركتم في هذه الوقفة تزامنا مع وقفات أيضا أخرى في محافظات كانينة وصلاح الدين وغيرها أيضا من المحافظات. برأيكم ما الهدف أو ما النتائج لهذه الوقفات؟ السلام عليكم، تحيه لحضرتك والضيف الكريم ولمشاهدي قناتكم الكرام. هذه الوقفة هي بمناسبة اليوم العالمي للمغيب المصادف في 30/8، لكن بدينا النشاطات من يوم 15 بسبب يعني أوضاع المناسبات الدينية والشعائر الدينية، لكن الغاية منها هي تفكير العالم ب هذا اليوم بهذه المأساة للمغيب وذويه. يمكن في العراق عامة وفي كركوك خاصة ملف المغيبين ملف له ذو شجون، ويطول فيه الحديث والتفاصيل والحالات المأساوية البعيدة كل البعد عن أي قواعد أو معايير لحقوق الإنسان. كانت هذه الوقفة هي للتفكير بهذا الملف، تفكير الحكومة الاتحادية ومطالبتها بالضغط ومطالبة المنظمات الدولية ومطالبة المجتمع المحلي والدولي بالضغط على الحكومات لضرورة معرفة مصير الآلاف من أبنائنا المغيبين منذ عام 2004 و5. عندنا حالات مستمرة، عندنا لحد 2017 في بعد عملية فرض القانون توقف عندنا هذا الماساة، لكن هذه الظلم وهذا الملف ما زال مفتوح وهذا الجرح ما زال مفتوح بالنسبه للمغيب ولذويه. طالبنا الحكومه لتفكيرهم، طالبنا الحكومه بهذه الوقفه لتفكيرهم بهذا الملف وضروره انهاء ومعرفه مصير الالاف من المغيبين ورحمه بعوائلهم اللي بيعانون منذ سنوات دون معرفه مصير ودون وصول الى نتيجه. هل وجدتم اي استجابه من بعض المسؤولين؟ يمكن الحكومة المحلية في كركوك كان لها استجابة يعني سابقا وحاليا، يمكن كان هناك بعض الإشارات من مكتب حقوق الإنسان في يونامي، لكن تبقى مجرد يعني تدوين تقارير أو تثبيت حالة والموضوع غير لا توجد أهمية حقيقية أو لم نلتمس هذا النية الحقيقية لحل جذري لهذا الملف وهذه البأسات اللي يعاني منها شرائح كبيرة في محافظة كركوك وباقي المحافظات. نعم، أيضا نرحب مرة أخرى بضيفنا من الدوحة المتحدث باسم مرصد فاد حسين دلي. يعني أصدرتم في مرصد فاد بيانا أشدتم فيه بهذه الوقفات التي نظمها ذو المغيبين قسرا في بغداد ومحافظات أخرى، إلى أي مدى يمكن أن تحرك هذه الوقفات الملف الأكثر ألما لنسبة كبيرة من الشعب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، تحية لجمهوركم الكريم وللضيفة الكريمة. أعتقد أولا في البداية يجب أن نحيي جميع هذه العائلات التي خرجت في هذه الحرارة الشديدة للإعلان عن المواقف. من الضروري أن يشارك فيها كثير من العراقيين بالآلاف، فهناك آلاف بالعشرات الآلاف من المفقودين والمختطفين منذ ما بعد سنوات الاحتلال، والكل يعرف أن الأحداث المأساوية التي حدثت خلال معارك مع داعش جلبت معها مآسي ومعاناة إنسانية شديدة على الآلاف من العراقيين في مناطق عديدة من هذا العراق المنكوب الواقع الإنساني المرير. من الضروري أن يكون هذا التعريف فيه أن يتشجع العراقيون على إظهار مواقف الرفض لحالات التنصل من المسؤولية التي
تحاول أو الحكومة العراقية عاجزة أو متواطئة مع الجهات التي اختطفت تلك هؤلاء المختطفين المفقودين. من الضروري أيضا أن يكون الضغط متواصل ومستمر بين فترة وأخرى على الشارع، وهذه إشارة مهمة جدا في الواقع الحقوقي المأساوي في العراق. يجب أيضا أن تكون هناك حركة مستمرة في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت يعني شيء معبر عن واقع العراقيين ولها تأثير على الحكومة العراقية وحتى مجلس القضاء العراقي الذي هو أشبه ما يكون بالمجلس العاجز أو المتواطئ أيضا في هذا الملف بالذات، لأنه هذه حالات الاختطاف وهي كثيرة كانت مسجلة وهي أمام عيان العالم وبثت الميليشيات التي اختطفت هؤلاء العراقيين من الصقلاوية ومن الرزازة من العودة من سيد غريب من عزيز بلد من كركوك من ديالى في محيط بغداد، بثت عشرات من الأفلام والفيديو وهي موثقة، والمنظمات الحقوقية سواء الداخلية المحلية في العراق أو المنظمات الدولية في يوم راسوت ومنظمة الحقوق الدولية والمركز الأوروبي المتوسطي وحتى الفريق الأممي المعني لحقوق الإنسان في العراق أصدر كثير من التقارير وحمل الحكومات العراقية المتعاقبة التي للأسف تتوارث هذا العار منذ حكومة نور المالكي مرورا بالعبادي. هذا سميته العار أستاذ حسين، يعني ماذا يعني برأيك أن يصرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهو من محافظة أنبار، هذه المحافظة التي تحملت العبء الأكثر لهذه القضية، صرح أنه لا يوجد أي مغيب في العراق، وبالمقابل هو أيضا وصف المغيبين بالمغدورين؟ طبعا سيد رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية الكلام الذي تفوه به، وهو للأسف ما قام به العام الماضي خلال هذا التصريح هو إشارة إلى أنه هؤلاء المختطفين تم قتلهم وإعدامهم، هذا إشارة واضحة يفهمها كل المتابعين الحقوقيين، وبالتالي كان ينبغي على السيد الحلبوسي عندما تكلم بهذا الكلام أن يخرج بموقف حازم أولا من الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى الذين لم يبتوا بالقرار، ولماذا تكلف الحلبوسي الإشارة والتصريح في هذا الموقف بينما هو من مسؤولية السلطة التنفيذية والقضائية. والنقطة الثانية هو الموقف تجاه هذه العائلات وهي بالمئات ربما آلاف العائلات العراقية التي لديها مفقودين ومختطفين، ألا ينبغي أن يعوضوا؟ ألا ينبغي أن تجعل لهم رواتب رعاية اجتماعية؟ ألا يجب أن يبت بمصير هؤلاء المختطفين؟ لأن هذه المسائل المختطفين إذا صح أنهم تم إعدامهم ينبغي أولا أن تعرف جثثهم أين دفنوا، زوجاتهم وأولادهم، هناك إشكالات قانونية وحقوقية وشرعية، هذه وأعراف اجتماعية تلحق تلك النتائج المترتبة على إعلان أن هؤلاء لم يعودوا أحياء. فكل هذه الإشكالات المرتبطة بهذا الإعلان ينبغي على سيد الحلبوسي كان أن يراعيها وأن يبت بها وأن يضغط على الحكومة العراقية من خلال البرلمان أو من خلال محافظة أنبار التي كما قلتم تحملت العبء الأكبر، وبالتالي السيد الحلبوسي عندما يكون هو حزبه يتولون قيادة المكون السني سياسيا في العملية السياسية البائسة يجب عليه أن يراعي كل هذه المسائل عندما يصارح، لا أن تكون مجرد كلمات تخرج منه دون أي نتائج فعلية على الأرض. في السياق نفسه يعني أسأل الناشطة الحقوقية تحرير العبيدي أنه في السنوات الثمان الماضية بحسب بعض الإحصاءات 11 ألف أسرة أو عائلة أبلغت عن فقد ذويهم، هذا الرقم بحسب المحصى رقم كبير، ولكن مع ذلك لا زال بعض المسؤولين ينفون أصلا وجود أي مغيبين في العراق، ما تعليقك؟ أعتقد الرقم أكبر من هذا، ليس فقط هذا المحصى فقط، لكن الحقيقي يعني في كركوك هناك آلاف، احنا مسجل لدينا 1800 لكن العدد الحقيقي هو أكثر من الغير مسجلين. يمكن هاي مشكلة ومعضلة أخرى أن الحكومة الاتحادية لا تملك
قاعدة بيانات إحصاء لمواطنيها المغيبين، وهذا من مسؤولية الحكومة الاتحادية أن يكون لديها قاعدة بيانات وأن تكون جميع البيانات معلنة وواضحة وفي متناول اليد بالإعلان من قبل الناشطين. هذه المعضلة كبيرة، 11,000 رقم قليل قياسا للحالات الموجودة في أتكلم عن كركوك وعن باقي المحافظات أيضا. المعلن هو غير الواقع. يعني هناك من يدعي بالحكومة الاتحادية التي تدعي بوجود حقوق الإنسان، نعم هناك قوانين، هناك دستور، لكن لا يطبق، لا شيء من تطبيق على أرض الواقع. وهذه الازدواجية في التعامل ما زالت هي سبب في أن تجعل العراق يعاني من أكثر البلدان اللي يعني هناك انتهاك لحقوق الإنسان، بدليل أن لجنة الاقتطاع، اللجنة الدولية لاتفاقية مناهضة الاقتطاع القسري زارت العراق، وهي هاي حالة يعني مشهود لها أنه حالة خاصة أنه زارت ليبيا ومن ثم زارت العراق وفق المادة 33 من قانون الاتفاقية الدولية لمناهضة الاقتطاع القسري، وأشرت على الحكومة العديد من النقاط التي يجب أن على الحكومة أن تراعيها وأن تقوم بتعديلها، وال يعني حتى يمكن أن تعتبر أنها دولة لها سيادة وتراعي حقوق الإنسان. مع الأسف لحد الآن لم نلاحظ أي عمل على معالجة الأخطاء والنقاط التي طالبت المنظمة، طالب الوفد الأممي من الحكومة الاتحادية مراعاتها وتصليحها. هناك الكثير من الأخطاء في سجلات، في طريقة الاعتقال، في إجراءات التحقيق، في تعدد سلطات الاعتقال، في تعدد السلطات التي تملك السجون. ممكن كل فصيل لديه سجن خاص مستقل بعيد عن السلطة الاتحادية، كل جهة حكومية لديها سلطة تحقيق ولديها سجن خاص بها. هذا منافي كليا لكل حقوق الإنسان، منافي للمعايير الدولية التي مطالب من العراق أن يمتثل لها على ما هو موقع على اتفاقية الدولية لمناهضة الاقتطاع القسري منذ عام 2010، وكان يجب أن يوائم التشريع المحلي مع الاتفاقية اللي لحد الآن لم يتم مراعاتها ولم يتم تشريع القانون المحال إلى مجلس النواب. يمكن قبل شهر تم إحالة هذا القانون بعد زيارة المندوب السامي. يعني يجب أن يكون هناك إجراء فعال في الاتخاذ. نعم، في سؤال أخير أشكرك من بغداد ناشطة الحقوقية تحرير العبيدي، وفي سؤال أخير للسيد حسين دلي. يعني منذ أسبوع كما أشارت قبل قليل سيدة تحرير، كانت هناك زيارة للمفوض الأممي لحقوق الإنسان للعراق، ما أهمية هذه الزيارة؟ وكما تعلم الحكومة يعني تعهدت بتنفيذ هذه التوصيات اللجان الدولية، ولكنها لم تفي بأي تعهداتها بهذا الخصوص. يعني في الحقيقة الزيارات الممثلين الأمميين ومبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للعراق في السنوات الماضية هي عبارة عن يعني أكثر نشاط دبلوماسي تجميلي للواقع المرير في العراق وللعملية السياسية التي يعني تمنى بالعديد من الإشكالات التأسيسية والفنية والسياسية والهيكلية. هذه الزيارة أسوة الزيارات السابقة الممثلين السابقين لا تخرج غالبا بأي نتائج حقيقية، وكل ما يجري من زيارة واستقبال الحكومة العراقية والتعهدات التي تقال ما هي إلا كلام يباع هنا وهناك، وتظهر الأمر وكأن العراق يتعاون مع الأمم المتحدة وعلى المفوضية حقوق الإنسان وما شاك من هذه الأشياء. الأهم في هذا النشاط أعتقد أنه لو كان هذه التظاهرة أو الاحتجاج خرج مع الممثلة المتحدة أو أمام مبنى الأمم المتحدة لكانت هناك رسالة أوضح، ولو تزامنت مع تلك الزيارة لكانت
أوصلت رسالة احتجاجية أكبر نفع. الذي نريد أن نقوله أنه هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي أن توضع في يعني أعلى الصفحة. هذه الجرائم لن يعني تنتهي ولن يطويها النسيان كما فعل الكثيرون. والعقاب والمحاسبة يعني ستحدث ولو بعد حين. الأمة المتحدة للأسف ممثلة متحدة دورها يعني سيء في العراق، والعراقيين يعني يتهمونها بالتواطؤ والتخاذل أمام الجرائم التي يحصل بها المشهد العراقي، وهي للأسف تلتقي حتى قادة تلك الميليشيات المتهمة بالقتل والاختطاف والنهب، وأصبحت مسوقة لتلك الميليشيات في الشارع بل حتى في الأوساط الدولية والسياسية، باعتبار أنه كثير من قادة تلك الميليشيات أصبحوا الآن وزراء في الحكومة العراقية. فكيف نأمل من الأمم المتحدة أن تحاسب أو توصل رسالة حقيقية للواقع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة المتتالية والمتعاقبة في العراق؟ من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد حسين دلي، شكرا جزيلا لك.